أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسل دوالة ورقة قلبني مي أعلن سيدة ميديا وقلبني ما تلادا أخضب حساسي أي نوصة سعلو فضلاً نلاتشوك حق حساسي وارن لغو سوحيري يو بقر بور مدو أو لجري إيا حالكو اسبدلي كدب هذا القف أيو كسو ييري بقر كوكو سوغر مقالة المقدشو داد آد أفرب بدن سياسيين بدن أي آد وعروضي هذا الكي كسو ييري تان إيا ماركي أو قطبتكو شيغي بقر عثمان أو محمود بور مدو أي وحا أو لكلمي عليس وين إيا دو سامين أبورتي تاغير دو أموجي أرلك الشباب أرقق حسداهي بقر بور مدو أي شيغي إن لابد دو لدود أي سوماليا كجيران مد أي تهي الشباب حركة إسلامية أحسد أو هذا الكود دي إيا دولة الصومالية تاسكما إكاننا هذا الكيسة وحا أو أدعي أحمد قدنه قامي هرئي الشباب اللي دي لابكني أفري طوانكي إسلام مركاسين كمانان بقلال كن أوقفوت كحسوقي كليه ديغانا دا كوفرتا فالعلين بدن أياكا تمد هذا الكاسي بقربور مدو إيا دو قدوم يكو حيقين كامنيقا إيا سياسة دما ملك قبل كبنادر علي يارع علي جاب كدر أو شيغي إن دعوت كتلن نهي بقرك إني قدبيان إسلام مركاسين اللدون أيو إن سؤال لغا ويديو هذا الذي كسو ييري علي يارع أيا قرال أو صوديق برتي سقارك فيسبوك أيو وريس أو سيي شبه لوحا أو شيغي إن أي كعود سدين لامها أمنيقا إن حبسيق الله تحابة بقربور مدو سيلوغا ريبو رالي قلين تا إنو أقا في دولة نمضى صوماليا أونا أماني أرركا الشباب أو أح أرر ديمي الدولة فدرالك صوماليا سوين أغو صوهر جيدو ومضى صوماليا دنا سوين أبابيي وحا أو شيغي ديجي أياب ويلسي قوين أو إسبوعي لصو دافي أما قميسي عرور اسكول اح اي الشباب كو حسوقين خوف نفتيها ليغا اح ايا اسكول كاسي اسكو قرحيي سيكا سباها احاتي سياسين قار ايا امن سن سومالي لان ان اي رادي نيسو مدح بناني حالك اي هرو نيسو علادة اما اي شباب تاغير حوغن سي نيسو انت مقالة المقدشة اي قوبة نيسو كنفا ايديس نيسو لكن هدي احرين تشباب لدميو ان اي سن مرنبه هلينين مدح بناني اي امن سن يهين ايا لليهي ورار هوس ايا شيغيا ان رئيس الوزارة كحيقينك الدلقة مهدي قوليد قدر او كهور يميد خرشاها اللغو حيريو بقر عثمان او اي كو مرتقادين مقالد المقدشو لبا اسبوع كهور انتا او جوغنا او مغان او يهي ايغا ايو يري لما اوغا حالة داني سو كرورتي ايو سيدا اي كاغا جواب عليين بقر كا او مركي هور موسى بيحي اي اسفو هايين سو مالي لان نور جيرنا حبسيق اللو تحابي مركي حكومة دهار كيسا او وير افقا اي كو قادي سيكا سبها اهاتي سياسيين بلن او رير مقدشاهي ايا كعود سدي بقر كا ان او رالي قلين بوحدة سيو ما داما او تاغيري او ركا الشباب او ندعيي هقاميهي احمد قدني او مانتا اي سبب او تاهي ملايين قفوضو صومالي اح اولا ديبان ارركا الشباب دينا عكال ورركي قد دنبي يفافاهينا ديرا لهي ايا وحا لغا هلا ايا ويرر قرشيسان او حالي دقال يهانا كاترسان كوحدة الشباب اي كو قادين سلديو عيدان او كو يالا قدها مقالة دا بايدبا او حارون او اح قبل كباي اي كوفر قلبيت صوماليا ويرر كوبا دولو اديك سدي هوبي يال ايا وحا لغو قادي سلديو عيدما دي اتوبيا اي قيبتا كا اح اميصوم اي كل يهين قدها مقالة داسي وحانا حكتاي مدافي عايدان كودا كو جوابين عيدما دي توبيا اي لوري إلا دادك ديغان كاهي ايا شاعك قادي ان ويررك او احامد عروس اسلام مركاسنا انتا او صعدي اي سو وجه دي عبسي ادو فربادن سيدو كلا ويررك اللباد ايا وحال لغو اكيي سلدي كلا او عيدما دا بوليس كوفر قلبيد اي كل يهين دنكا سوق حولها اي مقالة داسي وحانا لسو وريي انو حيقي دقال توس اي او نحمري لبادا دينا كاسي او ساعد بدن قاتي ورقا يا انتاسي كسي دريا ان ويرداني اي جيستين قسارة او بدن داوع ولو الا اي حد اي سنسي ساحي او فافاهين سراكيش امانك اي كوفر قلبيد حالة دا اي امان تدقن وحانا عيدما دا امانك اي ويرداسي كدي بحول قلو قرشيسان كسميين حافظها قار اي مقالة بايدابو inta badan xoogaga al-shabaab oo wali ku xoogan gobolka Bay iyo Bakool ayaa weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ah ay ku qaada saldhigyada ciidamada ee ku yaala goboladaasi koofur galbeed ayaa waxa haatan ka socda doorashada kuraas ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee ka imaanaya dhanka deegaanada maamulkaasi dhinac kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan ayaa maanta kulan la qaatay wafdi ka socda UNISOM iyo xubno ka tirsan hay'adda FAO waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Maayarka magaalada Baladweyne iyo mas'uuliyiin ka tirsan xafiiska maamulka gobolka Hiiraan kulanka ayaa waxaa lagu gorfeeyay xaaladda wax ka qabashada u baahan iyo sidii xal waara looga gaari lahaa
arrimaha fatahaadaha gobolka Hiiraan xafiiska maamulka gobolka Hiiraan ayaa soo bandhigay qorshaha waxqabadka hortabinta leh ee uu diyaariyay maamulka gobolka Hiiraan si loo xaqiijiyo adeega dadweynaha si loo sameeyo horumar la taaban karo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa carabka ku xoojiyay arrimaha abaaraha xooggan ee ka jira gobolka Hiiraan iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la sameeyo gargaar bini'aadinimo oo la taaban karo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda qatar iyo nabad iyo nalal oo kalsoonidii kala noqotay ra'iisul wasaare roble kadib shirkii jaraa'idda uu shalay ku canaantay guddiga doorashooyinka dalka isla markaasina fahad yaasin ayaa yiri dabarka ayuu tooray naga geliyay fahad yaasin dhagar qabaha qarsoon ee fila soomaaliya ku jira ayaa si aad ahay uga carooday shirkii jaraa'id ee uu shalay qabtay ra'iisul wasaare roble kaas oo uu ku tilmaamay inuu midid dhabarka uga dhuftay farmaajo iyo kooxdiisa ee fila soomaaliya ra'iisul wasaare roble oo caro xoog leh ka muuqata una ekaa ruux lagu ballan furay ayaa waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlay doorashada oo uu sheegay inay wax qaldameen sidii qof aan horay u ogeyn in doorashada ay ku socoto boob iyo wax isdabamaris wuxuu sheegay in la saxayo laakiin taas waa seef laba afla ah kow roble uma muuqan inuu rabo in dib loo noqdo oo la saxo wixii la boobay si loo saxane waa in gebi ahaanba la tirtiraa kuraastaasi oo dib si saxan loogu soo doortaa labo ama waxba ma rabo inuu saxo ee wuxuu rabaa inuu yidhaahdo waxaan la kulmay midowga musharaxiinta mucaaradka waxayna soo gudbiyeen cabasho waxaana ballan qaadaynaa in mar dambe aan wax la boobi doonin wixii hadda dhimanna si sax ahay ayaa loo wadi doonaa taas oo gef iyo ihaano ku ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo laga kari la'yahay war ninkaani kalsoonida kala noqda oo dalka ka badbaadiya isaga iyo madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo iyo dhagarqabe fahad yaasin xaaji daahir waxaa dhici karta in roble iyo kooxdiisa farmaajaysan inay noo soo noqdaan oo ay yidhaahdaan midowga musharaxiinta mucaaradka ma rabaan doorasho inuu dalka doorasho aado waa lala fadhiistay cabashadoodana waa la dhagaystay waxaana la hubiyey inaysan mar dambe dhicin oo waxaan u ballanqaadnay inaan saxayno oo aan wax dambe la boobayn roble waa ninka keliya ee dalka ka badbaadin kara inuu galo dagaal sokeeya haddii uusan ku biirin daacadna u noqon wixii shacbiga u ballanqaaday waayo cid aqbali kartaahi ma jirtaa inay dalkaani xukumaan kow farmaajo oo xooga ayaa looga saarayaa haddii uu xataa si sax ah ugu guulaysan lahaa doorashada waayo wuxuu abuuray dhibaatooyin mahadha ahay oo ay adag tahay in toban sano laga soo kabto laba xasan cali qayre oo ka xun farmaajo kana cuqdad iyo xaasidnimo badan isla markaasina mas-uul ka ahaa meesha uu dalku yaallo maanta kadib markii uu been ku hoggaaminayay golaha wasiirada saddex sano iyo bar saddex shabaab oo iyaga cidda ka aragtida duwan ku gowraca masaajidda iyo meel walba iyagoo kala soocaynin carruur ciroole iyo haweenba marka saddexdaanba dalka ma xukumi doonaan haddii xataa ay talada xoog iyo xeelad kula wareegaan oo shacbiga ma qaadan karo carrada fahad yaasin waxay duugan tahay ayaa la leeyahay dalkaasi qatar waxa uu wadaa dadaal uu isugu keenayo farmaajo iyo xasan cali khayre iyadoo ay qayb libaax arrintaasi ka qaadanayso maama saynab oo dhexda u xiratay inay labada nin odaygeeda iyo wiilkeeda ay wada shaqeeyaan oo ay dib isugu soo noqdaan iminka waxay la joogtaa waddanka qatar madaxweynaha wakhtigi ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ninkii ra'iisul wasaare qayre ahaana dalka waa uu ka maqan yahay labadii maalmood shirarkii ugu socday midowga musharaxiinta mucaaradka waa uu diiday in uu gebi ahaanba soo gaabiyo booqashadiisa dhinaca kale golaha wada tashiga qaranka oo ka shiray arrimaha doorashooyinka qaranka ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble ayaa guddoomiyey kulan ay habka fogaan arag ahi ku yeesheen golaha wada tashiga qaran oo ay diiradda ku saareen daahfurnaanta doorashada iyo dardargelintooda ra'iisul wasaaraha ayaa madaxda golaha wada tashiga qaran ku booriyey sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhowro sida ay lagama maarmaan u tahay in doorashadu noqoto mid daahfuran oo lagu qanci karo isagoo madasha u gudbiyey walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ahay kuraasta golaha shacabka oo gebi ahaanba la boobay ra'iisul wasaaraha ayaa ugu mahad celiyey dowlad goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isagoo ka codsaday kuwa harsan in ay sida ugu dhaqsaha badan u bilaabaan madaxweynayaasha puntland jubbaland iyo hirshabeelle ayaa caddeeyey in ay maalmaha soo aadan bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee federaalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee labada maamul goboleed ee sida xoogga ahi oo dhiigga badan ku daatay uu ku saaray farmaajo madaxtinimada kuwaasi oo kale ah qoorqoor iyo lafta gareen ayaa gebi ahaanba xildhibaanadii qaranka boobay isla markaasina soo saaray qof kasta oo nacamleeye u ah madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo
dhageysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxa qayb ka tahay dhibaatada dalka.